أعرفكم بجامعة الشعب التي اعتمدت منذ تأسيسها على مرتكزات ثلاثة سعت على تعزيزها وتطبيقها بشكل فعلي، ما يميزها عن غيرها من الجامعات. المهارة والتعليم شعار رفعته الجامعة وحرصت على تطبيقه بشكل فعلي من خلال توفير البيئة العملية للطالب أثناء فترة دراسته وهيأت له فرص الاحتكاك بأصحاب الخبرة والمهارة، وذلك من خلال تنظيم الدورات التطويرية والندوات وورش العمل التدريبية التي تعمل على اكتساب المهارات المختلفة إلى جانب التعليم الجيد، حيث تمكنه هذه المهارات من المنافسة في سوق العمل. حرصت جامعة الشعب على أن تكون أول جامعة رقمية في العراق، وذاك من خلال ربطها بمنظومة رقمية متكاملة تواكب التطور على مستوى العالم الرقمي، وعملت على توفير الإنترنت المجاني الفائق السرعة داخل القاعات الدراسية وأروقة الجامعة، سعياً إلى إدارة عملية التعليم بشكل يتلائم مع متطلبات الحوكمة، إذ يتمكن الطلبة عن طريق التعليم الإلكتروني في التواصل مع الجامعة والاطلاع على المناهج والمواد الدراسية التي ستكون متاحة أمامهم رقمياً. سعت جامعة الشعب إلى الانفتاح على المجتمع وعملت على توفير التعليم لأغلب شرائحه وفئاته من خلال أكبر تخفيض للأجور الدراسية على مستوى العراق، لإتاحة الفرص لأكبر عدد من الطلبة للتقديم والتسجيل في أقسام كليات الجامعة المفتوحة: كلية التقنيات الصحية والطبية، كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، كلية العلوم الإدارية والمالية، وكلية القانون والعلوم السياسية. جامعة الشعب، مهارة وتعليم.